اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور بارگاہ رب العزت میں مغفرت طلب کرے۔ مغفرت طلب کرنے کا بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اس میں جتنا جلدی ہو سکے اپنے خدا کو راضی کر لے، اور مغفرت کے لیے مختلف دعائیں احادیث میں بیان ہوئیں۔ اس کے علاوہ ایک نماز بھی نقل ہوئی ہے جو کہ نماز مغفرت کے نام سے معروف ہے۔ نماز مغفرت دو رکعت پر مشتمل ہے کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد 60 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا جائے گا۔ چونکہ ہمارا مقصد اختصار ہے، ویڈیو کو مختصر بنانا ہے، لہذا ہم بطور نمونہ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ البتہ جب یہ نماز پڑھی جائے گی تو سورہ الحمد کے بعد 60 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا چاہیے۔ دو رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الله اكبر۔ سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وعلى محمد، سمع الله لمن حمده، الله اكبر۔ سبحان ربي لا اله الا بحمده، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الله اكبر۔ استغفر الله ربي واتوب اليه، الله۔ سبحان ربي لا اله الا بحمده، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الله اكبر۔ بحول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالک يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الله اكبر۔ سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وعلى محمد، سمع الله لمن حمده، الله اكبر۔
سبحان ربي لا اله بحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه سبحان ربي لا اله بحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد الله اكبر الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر